اهدى يا عطر. مش قادر يا عطر. اهدى. شوف سعيد فين. اهدى يا عطر. سعيد يا عطر. اهدى خلاص يا زفت. اهدى يا عطر. ما تهدى. اهدى انت يا ولدي. وكيف سنحاربهم يا ابا العنزة ونحن لا نمتلك مصاري من اجل ان نشتري السلاح؟ ولا الكلام ده ما يطمنش يا ابن والدي. شوف الموضوع ده ايه. شوف جدي، هو انا يعني ان شاء الله ورثي عباره عن فلوس؟ انت ورثت النبل والهمه يا ولد. صلاه النبي احسن. النبل والهمه يا سعيد. يعني الفلوس اللي انا قاعدها دي كلها اخد بيها في الاخر شويه نبل؟ والله لو كان معنا سيف عنترة ما حصل لنا اللي حصل. ولو لقينا السيف كيف نحميه ونحن على هذا الحال؟ يا عم اهدى بقى، بلا سيف بلا حرب بلا بتاع. سؤال محدد يا جدي، في ورث ولا مفيش؟ في. طب ما تدهوني وخلعني انا بقى. خلعك؟ ومين يوصل اللي انقطع؟ ومين يبحث عن سيف عنترة؟ والنبي يا جدي اديني ورثي علشان اروح اشوف مستقبلي. مستقبلك بدون قصدك وسيفك دمار وخراب يا ولدي. ومستقبلي من غير فلوس اسود واسود، والناس هتهزقني في الشارع بالجزمة. أني ماني مصدق إنك حفيد عنترة بن شداد. هتولوا ورثه واتركوه يرحل. لو ده الورث جاي طبعا. أنت عارف إن أنا كاتب كل مليم صرفته عليه بالمليم. خلاص يا عم ما تنقش فيها بقى. بالمليم. ماشي يا أخوي. هذا ورثك. إيه ده؟ افتح كده وريني. افتح. استهدى بالله. زمرة؟ اوعى اكون في تعبان جوه، انا مش ناقص استظراف. دور يا ابني جوه شوف الالمازات. الله الله الله، زمزمية ميه ما شاء الله ما شاء الله، وتباشيره يا صلاة النبي احسن. هو ده ورثي يا جدي؟ بقول لك ايه، اقسم بالله اعلى لك ملط في وسط الجبال دي كلها. انت ما تعرفش احنا دافعين قد ايه. والبعيد يعني دافع من جيب ابوه؟ ما انا اللي دافع. ايش حصل؟ هذا ورثه، هذه تركة أبوه. إيش نعمل له؟ وكنت مثبتني الأيام دي كلها ما اديتونيش ليه؟ كنت خاف يعني أخلاقي تفسد؟ أمال أنا أقول إيه؟ فلوسي فين؟ خد يا حبيبي تباشير أهي، يبقى أعمل بيها خط وأنت بتشوط ضربة حرة. أمسك أمسك أمسك. بقول لك إيه يا هلا؟ شكلها خربت. ماين معاهم؟ ما نشوف موضوع السيف ده إيه؟ ماين معاهم؟ ماشي يا جدي ماشي. ما حصلش حاجة، أنا هماين معاك لحد ما يجي السيف ونشوف آخرتها إن شاء الله. اغرب عن وجهي يا حفيد الخسي والعار، لا اريد ان اراك. طلقة يا عنتر. ايه الحكاية بقى؟ طلع جوز وانا عايل في الجوازة دي ولا ايه؟ طلقة. انت طالق. تباشيرة. ياه، لو كنت صبرت حبة كنت هتورث محبة. اخي عليك يا عنتر، طلعت نص لبة. يا خسارة نص لبة. اهلا اهلا وسهلا بالرجالة. اهلا بالابطال. اهلا بالرجالة. اتفضلوا. ايه الاخبار بقى؟ والله يا باشا سنة سعيد. من الاخر بقى كريم بيه، الورث اللي ورثته عن ابويا سلومة الله يرحمه عبارة عن زمزمية وتباشيرة ومزمار. لو يلزموك في حاجة، لو لهم قيمة عندك يعني، اروح اجيبهم لك. غير كده مش عايز حد يتكلم معايا. الا ليهم قيمة. ليهم قيمة ونص كمان. انا شخصية كسعيد الاحمر يعني اسأل في 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ زمزمية ومزمار. تجاهد انصب يا انت وهو هنا ولا ايه؟ ايه ده بس سعادة الباشا، الزبط عندي سيف عنتر من شداد موجود. والله موجود. بس البغل ده ساب الموضوع ومشي. مشي؟ مش ازاي؟ ازاي سبتهم ومشيت؟ ازاي؟ يا سعيد ده بيحمر لي وشك. يا جدع استنى، انا فاهمك سعاده الباشا. السيف ده عشان يجي هطير في الرقاب. رقاب كتير قوي. ايوه كده. قول له سعيد على كل حاجه. قول له على الله اعور عامل فيهم ايه؟ الناس دي يا بيه غلابه قوي. الناس ديت ما حلتهاش غير تاريخها، عمالين يعيدوا ويتفشخروا بيه ليل ونهار. ادخل انا بقى بينه وبين بعض في المشاكل دي؟ انا مالي انا؟ هو ده بقى ريتا حفيد عنتر بن شداد اللي عايزين يكرمه ده؟ انا ما كنتش عارفه انه خواف قوي كده. حد يخافه مع سعيد الاحمر؟ تحرمش منك. مش قلت لك الشبكه هتجيب قدميتي على من الاخر؟ يعني الناس دي عايزين ايه يعني؟ بالاخر ايه المطلوب؟ ها
عايزين سلاح. سلاح تقيل يا سعادة الباشا عشان نجيب لك السيف. سلاح؟ وانت جيت في جمل؟ انا هديكوا سلاح. الله اكبر الله اكبر. والله عملها عنتر يا جدي، انا ما مصدق عيني. كنا ندور على سيفنا ولا حدا يستجري وقفنا. الله اكبر. والله يا جدي ما تعرف انا عملت ايه عشان اجيب السلاح ده، صح سعيد؟ الا صحيح، ده عنتره خاض مخاطر واهوال تشيب لها الولدان. الولدان ولا سعيد يا اخويا يا كبير، انا استحال ارجع القبيله غير وانا رافع راسي لفوق، حتى لو مت. يعني فكت نفسك يا عنتره؟ وندمت كمان يا جدي. ان شاء الله يا جدي سيف عنتر ابن شداد هيرجع واحفاده هتتباهى بيه قدام بني مره الاوغاد. هيتباهوا وتفشخروا كمان يا جد. وما دام رجعت صوابك يا ولدي روح رد مرتك. بجد يا جدي؟ روح يا ولدي. ولدي انا مش فاضي يا امي، العروسه مستنياني. لو هكملي لا باينه في عينك، انا شايفها. انا ولدي. شايفها. باي 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 باي. عنتر جاي علينا، يلا انجلحي انجلحي. يلا الله وحشتيني. اقعد واقف اتأدب يا عنتر. ايه اقعد واقف وتأدب؟ وانا خطيبك، انا جوزك يا بنتي. كنت زوجي. كنت؟ محدش قالك اني رديتك؟ رديتني ليش يا عنتر؟ مش انت تركتنا وخلعت؟ اموت في خلعت انا في الجو البدوي ده. خلعت بس رجعت وانت عارفة، وما رجعتش لوحدي، رجعت بالسلاح اللي ان شاء الله هيرجع لكم عزكم وكرامتكم في وسط القبائل كلها. بالحق يا عنتر؟ بالحق يا عبلة. سوري يا عليا، انا ما بتكلمش غير الا بالحق. وبعدين احنا في مشروع بيننا، مشروع قومي عاشق ومعشوق. خلصينا بقى عشان السلالة اللي زهقتنا دي. انا فكرت في هذا الموضوع يا عنتر ووجدت الحل. انا اقلع مالتي هنا دي. لا 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 لا. ايه؟ انا سمعت عن اطفال الانبوبة. تسمع عن اطفال الانبوبة يا عنتر؟ اسمع عن اطفال الانبوبة، اسمع يا اختي. وان شاء الله الواد اللي هيجي هيبقى انتمائه لابوه ولا للانبوبة. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انت ليه لازعانه في قرص الشمس؟ ما تيجي نقعد عندكم 4000 تكعيبه هنا. والله انا هموت من العطش يا عنتر. هتموتي من ايه؟ من العطش. عطش؟ عينيا، القله دي بيقولوا عليها ساعه. ابوك سلومه كان مخبي السيف وعامل خريطه، وقبل ما يدلني على الخريطه مات البطل، مات الشجاع، مات الفارس على حصانه. ما تأفورش بقى يا جدي، ده كان دور الفلونزا. ما احنا عرفنا كل حاجة خلاص. المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع الخريطة دي؟ هو ما في غيره، عبد الجبار كاتم الأسرار. هارد ديسك القبيلة؟ اي نعم. هارد ديسك القبيلة؟ اي نعم.